السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. كما تلاحظوا أنا وبيوتي باي الثاني بيوتي يسرى، إحنا غادي للتحدي اليوم الثاني للرياضة. هذا اليوم الثاني بالذات معكم، وتنتمنى أين الإعجاب ديالكم، وتنتم تنوضوا هكايا. راه الوقت زوين 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 والحال زوين صراحة. حنا عكسنا في الأول ولكن بعد نزلنا ياك طبعا الحال زوين، وما تنبغوش ناخدو السيارة، تنقولو نمشيو على رجيلاتنا هكايا، منها سبور في الهواء الطلق ومن بعد تديرو في لاصال. إذا ها انتوما معانا ونطلقوا إن شاء الله. هنا البنات كما تطلعوا هنايا بديت باركي باش ندير الحركات السخانيه من بعد نشوفوا الالات. هنا دابا انا ويسرى تنديروا تقريبا 20 دقيقه معايا الله في البدايه ديال بدينا، ما بغيناش نديروا 30 ولا 45 دقيقه، قلنا حتى من بعد ان شاء الله. وكل نهار كل نهار تنزيدوا 5 دقائق وهكذا. هذا ها البنات دابا خديجة نوبتها في هادي، هادي زوينة البنات كتخدم لي كويسو ياك ديك غاسة رايك. حنا كتشوفو عرفتو راه كنا على شوية غادي نعكزو. المهم ديك المرة كنا درنا ساعتين، اليوم غادي نديرو ساعة حيتاش مشغولين، خاصنا نخرجو الدراري وداكشي، داكشي علاش. ولكن قلنا اللهم ساعة ولا بلاش، المهم ما نبطلوش يعني ما نجلسوش. علي خديجة خديجة كتقول لي تطلعينا الضحكة لي تخليني تبقي. علي خديجة خديجة بالفيلو، انا باقي خاصني نزيد نديرها اكثر، ولكن غير فاش كنبغي نصور خديجة هكا ولا خديجة تصورني كان يعني كان كنعاونوا بعضياتنا. يلا خديجة يلا هاك تشير عليكم. زوينه حتى الفيلو زوينه البنات والله الا صراحه. غير نهار واحد جينا وهذا اليوم الثاني وحسينا بواحد الفرق، حسينا بعد النهار الاول جينا البنات كياخذوا فكره غلطه بان غادي نعياو، غادي بالعكس كتولي عندك واحد الطاقه جديده. هيا خديجه كتقول لكم واو واو. النهار اللي انا وخديجه جينا لاصال النهار الاول مشينا للدار وجمعناها ودرنا الغداء ومشينا خرجنا، عرفتي واحد الطاقه كتعطيك واحد الحيويه اللي هي واعره بزاف، كتحيد الكسل البخل يعني كتولي نشيطه بالعكس ماشي كتعيا. واللي واخد فكره بان لا مشى لاصال يرجع عيان ولحمو كيعكرو، سي كيعكرك اللحم كيفاش كيبدا فيك الدم، ولكن كتحسي براسك بانك باغا تعطي اكثر واكثر، كتحسي براسك تبقاي هي واقفه تمشي تساري تجمعي تتكوني نشيطه. هنا البنات خصنا الان باش نديرو معاها دي موفمون، هذا لاصال ديال ديكور شتيو. هاكا كنا كاينه يسرى كاينه غا انا ويا في هاد لاصال شتيو هاكايا. هنا عندهم لي زاباغي هنايا لهاد الالات ديال شتيو. يلا باش نخليكم باش يلا نديرو دي موفمون دابا معاهم. البنات حنا الحال الثالث هنايا ان شاء الله ما قديتش نكمل البنات من بعد ان شاء الله، هي ما تجي ان شاء الله لا هاد لي موفمون هادو شويه قاصحين من بعد ان شاء الله. يلا يلا نكمل من بعد ان شاء الله.
هما البنات يسرى تتهضر مع لي فان ديالها مع المشاركين تاعها. دونك حنايا نجو هنايا هكذا اليوميه ديالتنا دوزنا تقريبا هكاك ساعه دوزناها. دابا جاتها مشو الدوش انا ويسرى هندوشو ان شاء الله ورجعوا لدارنا باش نكملوا ثاني الشغلات ديالنا وكذا والدراري وهادي وهادي. ديما ديما البنات راه كاين ولا بد شي حاجه ما يدار. اذا نتمنوا من الله حتى شويه درنا فيكم شويه ديال الشجاعه وحفزناكم حتى نتوما يا. وكما قلت لكم اي تعليق او اي شنو نقول لكم اي حاجه كتبوها في الكومنتير وان شاء الله وحنايا احنا في تحدي ان شاء الله والله يكمل على الجميع. بنات احنا سالينا اجل نسرى سالينا احنا دابا غادي درنا التدويشه تاعنا صافي بصحه والراحه انتم الا كنتوا في السبور. والبنات وحق الله واحد الراحه واحد الراحه زعما ما تصوروهاش زعما دابا من تتسالي البصل ديالك وسبور تتمشي للدار قولي تعطيك واحد الحيويه تهبطي شنو كما تنقول حنا الجبال تهبطيهم وتخملي ما كاينش. اذا هذا وصلنا لنهايه التحدي اليوم النهار ثاني تيجيو تيدخلوا الناس. ما تنساوش البنات بارطاجيو هذا الفيديو باش تحفزونا نزيدو قدام بالتحدي ولا غادي نحبسو ان شاء الله. اذا نقول لكم ان شاء الله هذه هي نهايه الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في اليوم الثالث ان شاء الله. مع السلامه. دابا حنا خارجين ها انتما دابا كما تطلع هاكي يسرى الله كافي انا ها حنا دابا خارجين ها شو يسرى هكذا يا البنات صافي حنا خرجنا. يلا ما تنساوش البنات باش تشجعونا وتكبروا القناه نتاعنا كما ديما كما ديما كما ديما. هذا هو سميت لاصال وي كما تنقول لكم ديما البنات المشاركه الله يخليكم وكبروا القناه نتاعنا باللايك ووصلوا الفيديو لاكثر عدد ممكن من اللايكات ونقول لكم مع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. ما سخيتش بكم ولكن للضروره احكام. يلا باي باي. ها بيوتي يسرى.